انتهى الاجتماع الجمعة 28 إبريل 2023 بالإسكندرية. أحسب أنه كان اجتماعا مشهودا وفقا لمجريات هذا الاجتماع الذي بدأ عقب صلاة الجمعة مباشرة وانتهى في حوالي الساعة 9:30 مساء. تباحث جميع المجتمعين في الأمور التي تخص السادة المحامين وقد تؤرق مباشرتهم لمهام وأداء رسالتهم ومهنتهم السامية استعراضا لآراء السادة النقباء واستعراضا لما قام به معالي النقيب العام والسادة أعضاء مجلس النقابة العامة تباحثا وتشاورا مع مصلحة الضرائب ومع السيد الدكتور وزير المالية. وانتهى الأمر في إيضاح وفي بيان جلي دون لبس أو غموض في أنه المحامي الفرد الحر في مكتبه غير ملزم بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، وكذا المحامين المتعاملين معه في مكتبه المتعاونين في أداء ذات الرسالة غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية. المكاتب التي سجلت بإرادتها حال تعاملها مع كيانات خاضعة لنظام الفاتورة الإلكترونية، المحامون العاملون بها المتعاونون مع صاحب الكيان أو مدير الكيان غير ملزمين بالتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية. الفئات الواردة بالمادة 9 من قانون المحاماة وهم السادة المحامين بالشركات المساهمة أو البنوك الخاصة أو الجمعيات وكذا الإدارات القانونية غير ملزمين بالتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية. حال قيام المحامي بمباشرة أحد أفرع أعمال مهنته في إنشاء شركة أو تسجيل شركة بالسجل التجاري أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات الشهر أياً كان المكان سواء في الشهر العقاري أو السجل التجاري غير ملزم بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية. واسمحوا لي أن أعرض بالتفصيل في هذا الأمر لأنه بعض السادة الزملاء نشروا على مواقعهم أنه حال قيامك بإنشاء شركة سوف تلزم بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية باعتبارك تتعامل مع شركة. والسؤال، هل تم إشهار الشركة حتى يلزم المحامي بالتسجيل؟ وإن قام أيضا بإشهارها فهو ليس ملزم بالتسجيل، مع العلم بأن اللجنة لازالت قائمة بعملها ساقا بساقا وكتفا بكتف مع مجلس النقابة العامة حتى تنتهي جميع المشكلات الضريبية سواء المتعلقة بالضريبة العامة أو بالضريبة المضافة أو حتى بالفاتورة الإلكترونية. وهذه الرسائل التي نبثها لزملائنا لا يجب أن نتغافل عن أمر هام، أننا جميعا إذا ما سرى هذا القانون في حقنا أو القرارات الوزارية المفسرة أو الصادرة باللائحة التنفيذية أو غيرها سنكتوي جميعا بهذه النار، وربما يتجاوز أحد موظفي مصلحة الضرائب وقد يباشر عملا منوط به بموجب نص القانون باعتباره من أصحاب الضبطية القضائية. أقول لك يا زميلي، إذا ما جاوز أي موظف أو وصل إلى مكتبك أو كاتبك أو أرسل إليك بوجوب التسجيل في الفاتورة الإلكترونية تحت أي شكل من أشكال تدخل أي جهة تابعة للضرائب، من فضلكم تواصل مباشرة مع النقابة الفرعية بموجب الكتاب الذي يرسل إليك أو عن صفة واسم الموظف المتعامل معك أو مأمور الضرائب الذي حضر إلى مكتبك إن حضر، وتواصل مباشرة مع النقابة الفرعية لأن التعليمات الواضحة والصريحة من معالي الدكتور وزير المالية بوجوب الوقوف والكف عن كافة هذه الأعمال. كذلك
أثيرت كلمة أنشطة قانونية على اعتبار أن المبرر لدى مصلحة الضرائب أنها واردة في الكود الدولي. هذا الأمر سبق وأن نوهنا عنه برفضنا التام لهذا المسمى، وبالفعل وافقت الجهات المسؤولة مع معالي النقيب العام ومجلس النقابة العامة على العودة إلى المسمى المحبب إلينا والحقيقي والمتوائم والمتناسقة مع مهنتنا، وهي محامي حر، طالما المحامي يباشر عمله باستقلال في مكتبه الخاص وليس تابعا لإدارة أو غيره. أيضا ناقش المجتمعون مجموعة من المسائل الهامة، ومنها زيادة المعاش المقرر أو زيادة فئات المعاش المقررة، وتشكلت لجنة. هذه اللجنة مكلفة بأن تبحث تقريرين اكتواريين من خبراء حسابيين، أحدهما أودع حال تولي المرحوم الفقير رجاء عطية سدة نقابة المحامين، والثاني أودع حال مباشرة السيد الأستاذ عبد الحليم علام مهامه كنقيبا للمحامين. ووجب على اللجنة بعد أن تطالع هذين التقريرين أن تحدد كيفية الزيادة والمبالغ المالية التي قد يحتاجها صندوق دعم المعاش. أيضا نوقش في الاجتماع وانتهى الرأي إلى وجوب إعداد لجنة. هذه اللجنة تقوم بدراسة الأمراض المزمنة كالأمراض السرطانية أو الكبد أو غسيل الكلى أو القلب المفتوح، عافاكم الله جميعا وشفى كل المرضى. هذه اللجنة مهمتها كيفية دعم هذه الأمراض بخلاف الدعم المقرر من النقابة العامة في مشروع العلاج. أيضا وفقا لما جاء في الكتاب الدوري الصادر من معالي وزير العدل بشأن الأوراق المؤمنة أو الأوراق المميكنة، قولا واحدا وفقا لما ورد في الكتاب الدوري المكتوب أن هذه الأوراق العمل بها اختياريا وليس جبرا على المحامي، وكذلك وإزاء تأذينا من الرسوم القضائية التي تزيد دون مبرر ودون مقتضى قانوني ودون قانون يفرضها باعتبارها رسوم سواء في النيابات أو في غيرها، تم الاتفاق وفقا للكتاب الدوري المشار إليه على تشكيل لجنة بالاشتراك مع وزارة العدل لبحث هذه الزيادات الغير مبررة والنظر فيها مرة أخرى. ونهيب جميعا بالسادة أعضاء الجمعية العمومية الذين زينوا نقابة المحامين في غير مرة وقوفا خلف نقابتهم دعما لمجلس نقابتهم حتى نصل إن شاء الله وبحوله وقوته إلى النتيجة المرجوة. الجمعية العمومية هي الأصل، الجمعية العمومية هي سيدة القرار، هي صاحبة القرار، الجمعية العمومية هي التي أشعلت وقود هذه المعركة القانونية، كانت الدافع للسيد النقيب والسادة أعضاء مجلس النقابة العامة، ولا أحصيهم ذكرا، ولكن وجب توجيه الشكر إليهم الأستاذ مجدي سخا، الأستاذ محمود الدخلي، الدكتور أبو بكر ضوى، الأستاذ يحيى التوني. بخلاف ما أنسيته كل هؤلاء الزملاء الأفاضل وعلى رأسهم معالي النقيب عبد الحليم علام واللجنة المشكلة والتي قامت بواجبها ولا زالت تقوم بعملها حتى تنتهي هذه الأزمة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.